الليلة في حديث القاهرة نحقق ونحلل، هل تصريحات أمنا في الرياض أساءت للفن المصري؟ ومن يشعل الفتنة بين مصر والسعودية؟ هل يتم تعويم الجنيه؟ وهل ودائع الناس البنكية في خطر؟ الدكتور زاهي حواس حارس التاريخ يكتب مذكراته، والنجمان علي أبو جريشة وفتحي مبروك والناقد الكبير الدكتور ياسر أيوب يحللون المنتخب إلى أين بعد مباراة المغرب. هذا وأكثر في حلقة الليلة. أهلا بكم في حديث القاهرة. مساء الخير، مساء الورد، مساء النصر، مساء منتخب مصر، مساء كل حاجة جميلة، مساء المصريين هم، مساء الفرحة والبهجة. مصر اليوم في عيد، غلبنا المغرب. حديث القاهرة الأحد 30 يناير، تاريخ لن ينسى بعد أكثر من 20 عاما لم يستطع المنتخب المغربي أن يهزم المنتخب المصري، وفي التصفيات وصلنا للدور قبل النهائي لنلتقي الكاميرون يوم الخميس إن شاء الله. قبل ما نفرح لازم أقول لشبه الأحمر مساء الفل يا كريمة. يعني أحمر مفرفش شوية يا خيري، عارف يعني. كويس. مبروك ليك يا خيري، مبروك لكل مصر، ومبروك لكل عشاق الكورة وكل الناس اللي توترت النهاردة وقضت كل الوقت ده، سواء في المباراة الأصلية أو في الوقت بدل الضايع أو حتى في الشوطين الإضافيين. كل ده كان توتر في توتر، لكن الفرحة في الآخر عوضت الناس عن كل ده، وأداء منتخبنا المصري بجد يستحق التقدير، ويستحق كمان إن احنا نقول الله عليهم. هم دول يعني تحية ل 16 لاعب أدوا المباراة، كانوا أبطال، كانوا رجال، كانوا واخدين المسألة بجد. طول الوقت بنقول الكرة ممكن غالب ومغلوب، لكن لابد أن تظهر عليك الحمية، الحماس، الغيرة، القتال في الملعب، وده كان حاصل النهاردة مع فريق المغرب الشقيق. وأولادنا أدوا مباراة عظيمة، وكيروش اللي بننتقده على طول أدى للمباراة الثانية على التوالي مباراة عظيمة، في التكتيك، في التشكيل، في التغييرات، في توقيت التغييرات أدار المباراة بحكمة شديدة ولم يندفع، والحمد لله قدرنا نوصل. ضاع مننا الجون التاني، زعلت قوي والجون فاضي، خلاص يلا صلاح بصاها، طب اديها لصلاح عدل عشان يجيب في الجون، بس احنا راضيين. المغرب اخواتنا وحبايبنا وأدوا مباراة، لكن المنتخب المصري كان في حالة من الرغبة. النجاح يحتاج إلى رغبة وقدرة، الاثنين كانوا موجودين عند المنتخب النهارده. صحيح، هو مر بكذا مرحلة الحقيقة. المرحلة الأولية مرحلة هدوء ما قبل ركلة الجزاء، وبعدين أنا مش هدخل في تحليل المباراة، مش هدخل في تحليل المباراة لأن عندنا بس النهاردة. أنت قاعدة تذاكر من قبل الماتش، قولي يلا. مش هقول خليها في الفقرة الحوارية، لأن بيشاركنا ثلاثة من العمالقة سواء بتاريخهم الرياضي أو بتاريخهم في الصحافة الرياضية النهاردة، يعني هيقولوا لنا وجهات نظرهم، وأنتوا كمان مدعوين للمشاركة إن أنتوا تشاركونا في الفرحة والبهجة، وتشاركونا كمان بآرائكم وتعليقاتكم على اللي حصل النهاردة في الماتش. طبعا وإحنا فرحانين، إحنا مش ناسين أصحابنا اللي رحلوا. يعني وأنا بلبس الجرافطة الحمراء النهاردة كنت بفكر في زميلي الراحل ياسر رزق والعزة بتاعه النهاردة اللي ما كنتش قادر أروحه علشان البرنامج. إحنا بنبقى قبل البرنامج هنا بساعتين فصعب، ولكن قلت ياسر روحه هتبقى فرحانة. ياسر كان بيسيب أي حاجة ويقعد يتفرج على المنتخب، ياسر روحه هتبقى سعيدة النهاردة إن منتخب مصر فاز، لأن ياسر كان مصري حتى النخاع. صحيح. النهاردة راح له ناس كتير قوي بما فيهم أولا مندوب رئاسة الجمهورية، تقدير من الرئاسة لهذا الإعلامي اللي وهب حياته لهذا الوطن. النهاردة رئيس جهاز المخابرات السيد الوزير عباس كامل راح العزب نفسه النهاردة، راح ناس كتير قوي، وزيرة الثقافة راحت، ناس كتير النهاردة كانت حريصة انها تروح العزة. وأبى صديقنا وزميلنا في جريدة المصر اليوم عبد الحكيم الأسواني، هو نفس الدفعة، دفعة 86. احنا مطلوبين اليومين دول، يعني في طلب على مواليد 86، دفعة 86، خريج 86. عبد الحكيم الأسواني صحفي من الصعيد
بلكنته بلونه بنجاحه بكل حاجة. كان صحفي بارع وكان رئيس قسم المحافظات ومديرا لتحرير جريدة المصر اليوم. احنا بنتقدم بخلص العزاء. يبدو ان العزاء الايام دي حاضر كتير قوي، من اول 22 الاستاذ ابراهيم حجازي، الاستاذ سامي متولي، الاستاذ وائل الابراشي، ياسر يوم الاربعاء اللي فات، وسمعت تصريحات لاماني درغام مراته لما يعني صلى الفجر وبعدين قال للاولاد خدوا بالكم من ماما، وقال لها انا عايزك، ودخل جوه قال لها انا تعبان بس، وحط دماغه وهي ما بقتش قادره تصدق، نقلته المستشفى قالوا لها مات. الله يرحمه. لاخر وقت كانت عندها امل. لكن شوفي هذا الانسان بعلاقته بربنا، باحساسه بانه هيرحل، وهذا الرحيل الراقي اللي بيعبر عنه محبه الناس ليه. طول الوقت احنا بننشغل بالجانب المهني، احنا بره وجه احنا بنشتغل وهذه حياتنا، لكن في الخفاء كل انسان عنده تاريخ مع المجتمع بتاعه مع ربنا، وبتظهر في هذه اللحظات. صحيح. رحيل ياسر الراقي ده الهادئ في لحظة، وكأنه عارف هو كان بيودعنا جميعا، كان بعت لنا الكتاب بتاعه نسخة نسخة، كان كاتب لنا إهداءات، هو كاتب لي بيقول لي تتذكر الأيام وكنا شركاء، وحب الوطن هو كان الغالب مهما كانت التهديدات. شخص يعني الله يرحمه. احنا فرحانين عشان المنتخب وأصدقائنا الذين رحلوا وسبقونا وقد نلحق بهم في أي لحظة، ومرحبا واهلا بلقاء الله سبحانه وتعالى. احنا جاهزين، مش جاهزين قوي يعني، نفسنا نعمل حاجات احسن، لكن في انتصارات الوطن كلنا بنبقى سعداء، كلنا فرحانين. الى عناوين الاخبار. الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من القضايا المتاخره بالمحاكم المدنيه ومحاكم الاسره. رئيس الوزراء يكلف بتشكيل مجموعة عمل لحل مشكلة المستثمرين. مدبولي يستكمل متابعة ملف هيكلة منظومة الدعم. الصحة تؤكد إمكانية تغيير مكان تلقي الجرعة التنشيطية من خلال الاتصال بالخط الساخن. صندوق تحيا مصر يطلق قوافل حماية لرعاية 4516 أسرة قادرون باختلاف. وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات في شؤون الدول العربية. وزير خارجية لبنان يسلم الكويت رسمياً رد الحكومة على الاقتراحات الخليجية. الجيش الليبي يكثف دورياته في جنوب البلاد لملاحقة عناصر داعش الإرهابي. الجنايات تحيل الإرهابي يحيى موسى وتسعة آخرين للمفتي بقضية كتائب حلوان. الأرصاد منخفض سطحي على البحر المتوسط وأمطار خلال الساعات المقبلة. المنتخب يتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف. أهلا بكم من جديد، وبداية قصصنا الإخبارية في حديث القاهرة النهاردة يوم الأحد. الحقيقة الحديث بتاعنا وقصصنا الإخبارية هياخد أكتر من قسم. القسم الأولاني أثار حالة من حالات الجدل، سواء كانت عند الناس العاديين أو على السوشيال ميديا، الناس بمختلف فئاتهم أو حتى على الصحافة، لأن في صفحات ومواقع كتبت أشياء وقدمت أشياء قد تكون في جزء منها صحيح لكن مجتزأ من سياقه، وكمان في منها أجزاء اتقدمت ملهاش علاقة بالتوقيت اللي بتتنشر فيه، يعني تم إعادة نشرها بعد الموضوع بسنة أو اتنين أو غيره علشان يبقى فيه بروباجندا إعلامية. يمكن تصريحات الفنانين المصريين في حفل جوي أوردز بالسعودية كانت حديث القاهرة ومصر خلال اليومين اللي فاتوا. في حفلة هجوم كبيرة جدا اتعرض ليها فنانين من مصر. حملة الهجوم دي بدأت مع تحريف التصريح الخاص بالفنان حسن الرداد، و اللي تم اجتزاء كلامه من سياقه لأنه كان بيرد بمنتهى العفوية على المذيع مهند بخيت اللي سأله عن شعوره بحفاوة استقبال الجمهور السعودي ليه. هو قال ببساطة شديدة جدا في وسط كلام كتير، والله الموضوع يعني الدنيا جميلة وأنا سعيد قوي، أنا عايز أعيش هنا. قامت الدنيا وما قعدتش بعد التصريح ده، وكأنه
حسن الرداد كان عايز يقول ان السعوديه عنده افضل من مصر، والتصريح اللي قاله ملوش علاقه بده خالص. نفس اللي حصل ده مع حسن الرداد حصل مع الفنانه والنجمه ليلى علوي، وبعدها ابتدت حمله الهجوم والشتايم علشان تشكك في الفنانين المصريين من تاني. محاوله ضرب العلاقات الفنيه المصريه السعوديه مش فاهمين ايه اللي وراها بالظبط. ليه استخدام تصريحات الفنانين زي الفنان الكبير محمد صبحي والفنانه هاله صدقي والفنانه الهام شاهين عشان يصوروا للناس ان هم قالوا ده في حفله جوي اووردز؟ احنا هنا في حديث القاهره بحثنا في صحه التصريحات دي، لقينا ان معظمها قديم وفي مناسبات مختلفه جدا عن بعضها، وبرده تم اقتطاعها من سياقها زي ما انتم شايفين بتتعرض معاكم على الشاشه واحد بعد واحد. بعيدا عن ان دي حملات ممنهجه ومعروف اهدافها المشبوهه وبتتكرر كتير جدا زي ما حصل مع فيلم اصحاب ولا اعز. ولا اعز. طبعا السؤال مش عارفين مين اللي ورا ده مش صحيح، احنا عارفين مين ورا ده، ولكن بيحصل تزاحم من اللي هي الحاله العامه، الاواني المستطرقه، كله بيسمع على كله، كله بيسمع على كله. لكن انا مش فاهم يعني لما يجي نجم سعودي، واحنا عندنا نجوم كتير عرب مصر فاتحه دراعاتها، لما يجي يقول مصر بيتي انا احب اعيش في مصر دايما، هو ده معناه انه بينكر بلده او بيكرهها؟ فكره التصيد للمعاني وفكره ربط ده، السعوديه تفعل ما تشاء، نحن سعداء بان السعوديه فيها حركه فنيه، نحن سعداء بان وهي بتعمل الحركه في الفنيه معترفه بقيمه الفن والفنانين المصريين، فخلقت مساحات في وقت عندنا شويه ركود في المسرح مثلا، المسرح اشتغل. وخدوا بالكم احنا مش بنتكلم على اللي بيطلعوا على خشبه المسرح الكام نجم اللي بتشوفوهم، لا، ده في واحد بيكتب، وفي ناس بتعمل لبس، وفي ناس بتعمل ديكور، وفي ناس بتشتغل اللي بيعمل الخشب، اللي بيشيل الخشب بس عشان يعمل خشبه مسرح، ده مصري فاتح بيت. فان ده يحصل دي شهاده كويسه لينا، ان مصر دورها يتزعزع، احنا مش بالخفه دي، لا مصر هتتزعزع من فيلم ولا مهرجان ولا دوله تكبر فنيا، اهلا وسهلا. احنا بننتقد نفسنا لكن عشان نفتكر احنا ايه، لكن مصر ستظل مصر. كان من اللافت مثلا انك تقف قدام تصريح للفنان الكبير محمد صبحي. محمد صبحي عاشق هذا الوطن والمؤمن بعروبته، وقدم ده من خلال أعمال فنية كثيرة، فأن ينسب إليه كلام قديم ويوضع في سياق مختلف، يعني التصريح المنسوب إليه الآن، الرياض أصبحت عاصمة الثقافة والفنون الآن مثل مصر سابقا. التصريح الصحيح بيقول الرياض في سنة واحدة أصبحت مركز الإشعاع الثقافي في الوطن العربي، ومصر عليها إنها تاخد بالها وتاخد خطوات حقيقية عشان ترجع الريادة دي. الصياغات مختلفة. وعجيب كمان إن التصريح ده يا خيري مش دلوقتي، التصريح ده متقال في ديسمبر 2021. نعم، لكن ما هو مش بعيد قوي يعني شهر، ولكن استغلاله مش دلوقتي. خلينا نفهم كيف رآه الفنان الكبير المبدع، ونبارك له على مسرحيته الجديدة الأستاذ محمد صبحي. مساء الخير يا فناننا الكبير. أهلا وسهلا أستاذ خيري، وأهلا أستاذة كريمة. والحقيقة أنا عشان أدخل في الموضوع على طول، تفضل. أنا لا أعيش في واقع وهمي، أيوة، ولا أعيش في هذا الاختراع الذي حطم كثير من قيمنا. نعم. وللأسف لا يوجد أحد بلا عيوب وبلا أخطاء، فكل من تجرأ وحاول يحطم هذا الوطن زي ما انت قلت، هم معروفين، معروفين كويس قوي، الكتائب بتاعتهم معروفه. وعلى فكره انا لم ادخل الفيسبوك ولا شفت حاجه، انما بشكر قدامكم الجمهور العريض اللي 10,900,000 على الصفحه دخلوا وقاموا بالواجب وفاهمين كويس قوي المساله ايه. انا عايز اشكرك واشكر البرنامج. لما جيت تقول نصرتك وفرحتك باننا كسبنا الماتش، قلت عباره جميله، قعدت تشكر في المغرب وقعدت تقول هارد لك للمغرب، ما غلبش.
كان ممكن حد تاني او اعلام اخر فرحته دي تخليها تأذي الخصم في المباراة، مش الخصم في العروض ولا الخصم في الدوري. احنا ليه عايزين نهيج المسألة؟ المسألة ببساطة وباختصار، احنا في عالم مرتبك يا استاذ خير يا استاذ كريمة، عالم مرتبك جدا، ده اللي بيموت او بيرحل بينال من كمية من السواد، سواد لا تمثل خلق ولا تمثل دين ولا تمثل اي حد. نعم. انا كل المسألة انا غيور على بلدي، ومصر جالها اوقات كتيرة منذ 30 ومنذ 20 سنة ومنذ 15 سنة جالها اوقات كتير كنا بنقول احذروا ان تسحب البساط من تحت اقدام ريادة مصر، وده وارد في كل دول العالم، بيجي لها لحظات توهج، بيجي لها لحظات لازم تتحذر. انا غيور على بلدي، وانا شايف ان مصر هي الرياده في الوطن العربي، وعندما استقدمت كل الفنانين الاشقاء من الدول العربيه جميعها كانت تختار الفنان الجيد العظيم الذي يقدم فنا عظيما، ها؟ نعم. وتبقى هي عارفة انه عمره ما هيتشهر في بلده ان لم ياخد سكوك النجومية في مصر هنا لانها تحتوي. انا كنت شايف طبعا، انا يمكن كانت اللهجة فيها شوية ساركازم يعني، شو مش سخرية يعني، بتفكر بقول ان مصر 120 سنة بتبني ريادتها. المملكة العربية السعودية عاشت اعوام طويلة طويلة جدا، عقود طويلة منغلقة في موضوع الفنون. عندما فتحت الأبواب للفن كان بيجي لي ممثلين سعوديين يشتكوا لي يقولوا لي نفسنا نقدم مسرح في السعودية، نفسنا نشتغل زيكم، ولكن المسألة مقفولة. عندما فتحت السعودية أنها تقدم هذه الفنون، كان رأيي أن من يقدم أولا هم الفنانين السعوديين وهم كثر في السعودية. نعم. ولكن انها تشغل المصريين الفنانين المصريين، انا شايف ان ده خطا، وهو مبني عليه الاختيار ان تختار فنا يقدم في السعوديه يكون شرف لمصر ويرفع قامه مصر ويرفع قامه السعوديه. هذا هو رايي بصراحه شديده جدا. وعندما قلت نحن لابد ان نفخر بالحركه الفنيه في السعوديه، ده لا يعني اننا مسلم تماما انه ابداع مطلق، لا، في حاجات خطا، في حاجات احنا بيبقى لنا راي فيها. وحتى هذا الراي يا استاذ محمد هو نصيحه للقائمين على الفنون في السعوديه، في البلدين. نعم. في السعوديه كنا نتمنى، بقالنا سنين بنتمنى، هياخدوا وقت شويه يا استاذ محمد، نتمنى ان كل الدول العربيه يبقى فيها مراكز اشعاع، لان هي دي قوه الوطن طبعا. ولكن يا استاذ خيري، يا استاذ خيري، انت لما بتستجلب عمل فني عندك لازم تختار كويس، وللاسف في بعض الاعمال الهزيله راحت باسم مصر وقدمت. وبالمناسبه عشان ده انا بقوله كتير عشان اتفهم صح، انا اتعرض عليا في عرض مسرحيه خيبتنا السنه اللي فاتت 4 مليون دولار. وتذكر يا استاذ خيري عندما حصلت ازمه في مصر اتفتحت ابواب عجمان واليونان وتونس لعمل المشاريع الفنيه المصريه، وكانوا بيسافروا ويقول لك انا مسافر عجمان، انا مسافر كذا عشان يعملوا المسلسلات. انا الوحيد اللي فضلت في مصر وقدمت رحله المليون وثم بعد مليون في التلفزيون المصري، لان التلفزيون المصري هو اللي صنعنا، هو اللي قدمنا تلفزيون بلدي، فباخد عشر اللي كان ممكن اخده بره او خمس. هذه هي قضيتي وانا حر في رايي طبعا، حر في هذا القرار. ولكن مصر ستظل الريادة، ولكن من حقي كمواطن وكفنان أقول إحنا في كم مسرح شغال النهاردة، في كم فيلم بتنتجه مصر أو بيطلع، كان السينمات بتبقى مليانة يا أستاذ خيري 100 فيلم في السنة، صحيح. كان في 60 مسلسل في السنة، كان في 28 مسرح قطاع خاص مش الدولة بس، ها 28 مسرح. لما نلاقي فيه، عشان طبعا الجائحة العالمية واحنا عارفين الظروف وحاجات كتيرة قوي، انما تقلصت الى مسرح او اتنين اللي شغالين باستحياء، فلازم اغير على بلدي وابقى متمني النجاح للسعودية. لما يخشوا بقى على السوشيال ميديا ويهاجموا السعودية
عشان يفقدوا علاقاتنا بشقيقة، هو دي غير ما هو ده الخطر اللي احنا بنشاور عليه. ده بقى اللي سيء. السعودية يقول لك دي بلد الحرمين، بلد اللي فيها مسجد الرسول، ايه الاعمال المسفة والرأس بتاع. انا مالي بقى اذا كانت الدول يا استاذ خيري في قانونها لا تتدخل دولة في شؤون الدولة الاخرى. صحيح. احنا بقى شعوب دلوقتي هنتدخل في شؤون الدول الاخرى؟ انا مالي هم يختاروا اللي هم عايزينه، يعملوا اللي هم عايزينه، ونتمنى لهم النجاح، ونتمنى لهم كمان ان الرساله او المحتوى الفني يبقى اعظم من كده. ولازم نعرف مصر لما بدات ريادتها كان في اخطاء كتير قوي، والسعوديه هيبقى فيها اخطاء طبعا، لسه اول سنه بتبدا فيها، هتبقى مهرجانات وسمارجه وحاجات ديت. انا عايز اقول باختصار، لن نفقد شقيقه ولن نفقد، ونحترم وكل الاحترام. اتمنى ان الفنانين السعوديين اللي انا عارفهم كويس قوي وهم كثر يبداوا يشتغلوا ويعملوا انتاج ويقدموه ويجوا لنا هنا ونتفرج عليه ويزورونا ونتفرج عليه. لا مانع ومش عيب ان الفن المصري ينتقل الى دوله شقيقه، ولكن تحتها 20 خط الا تسيء الى سمعه مصر. هقول جمله واحده بس يا استاذ خيري. اتفضل. في سوريا من 15 من 20 سنه في سوريا كان في وزير الثقافه في سوريا، ومش هقول اسم النجم او الممثل اللي راح بفرقته يعرض في سوريا، كان في اتفاق راح يعرض المفروض اسبوع. بعد اول حفله حضرتها الوزيره اعلنت عدم قبول تقديم هذا العرض، والفرقه سافرت لمصر. الاعلام المصري بهدل سوريا وبهدل الوزيره، وانا طلعت في التلفزيون المصري وقلت انا بشكر الوزيره فلانه. بشكرها لانها لم تقبل، قالت ان ده فن سيء، ويعني لا يمكن. ده جزء من غيرتك على فنك وعلى بلدك، الفنان الكبير محمد صبحي، ودي وده شيء طبعا يعني بنشكرك عليه، زي ما بنشكرك لكل التعليقات اللي حضرتك قلتها لنا النهارده وعلى هذا الموقف، وده لا ينتقص ابدا من الفن المصري زي ما حضرتك بتقول وبتاكد. وطبعا نتمنى دايما للسعوديه الافضل. شكرا جزيلا. ومعانا كمان على التليفون يعني فنانه كبيره وجميله طالتها هذه الاقاويل، برضو تم اجتزاء تصريحاتها واذاعتها او كتابتها تاني، اعاده كتابتها في وقت مش وقتها، الفنانه الجميله هاله صدقي. اهلا بيكي معانا في حديث القاهره. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا استاذ خير. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. هو على طول كده هتجيبوا لنا الهجوم والمشاكل؟ مش معقوله. يعني مهم، يعني بيشيلوا الحمل دلوقتي، الماتش بتاع المغرب هيشيل الضغط، هيبقى الترند. يعني في احداث كل يوم، ده بيشيل ده وده بيشيل ده، عادي. بس كان عندك اي تفسير للهجوم اللي حصل ده بالشكل ده بعد حفله جوي اووردز وتحريف تصريحاتكم او اعاده نشرها؟ لا يعني هو انا تصريحي كان عبيط، يعني انه كان بالنسبه لي حلم الطفوله، ففي يعني في جمله اتعادت كذا مره، فتحسي ان في كتيبه بتعيدها، اللي هو ده انت بينك وبينه 7 سنين، هم يعرفوا عمري منين اساسا، ويعني وليه 7 سنين بالتحديد. فلقيت انه عمالين يعيدوا، فقلت لهم طب خلاص حلم العجز والكهوله لو ده يريحكم يعني. بس اوكي معلش يعني. انت دايما يعني جميله في كل مراحلك العمريه، وجميله جدا بتصريحاتك البسيطه والبريئه، وبنشكرك جدا طبعا لان انت شرفتينا بتعليقك. شكرا جزيلا للفنانه الجميله والراقيه استاذه هاله صدقي. معانا كمان على التليفون الناقد الفني الكبير الاستاذ طارق الشناوي. الو. اهلا وسهلا. اهلا اهلا استاذ خيري. اهلا بيك يا استاذ كريم. اهلا بيك استاذ طارق. استاذ طارق، بتشوف اللي بيقارنوا الحركه الفنيه في مصر مع الحركه الفنيه والثقافيه في السعوديه، وبتقول ان الرياده في خطر، وان السعوديه بتسحب البساط، وان المصريين بيتبروا من مصريتهم وبيغزلوا السعوديه، علشان هي سوق مفتوح دلوقتي ازاي؟ بص، افضل شيء او عنصر او قوه دافعه للفن المصري هيبقى الوهج والنجاح اللي بتقدمه المملكه العربيه السعوديه على الصعيد الفني والصعيد الثقافي. واكبر دوله عربيه مستفيده مما يجري هي مصر. دي مساله مفيش فيها هزار. شوف بالرقم، بالقلم والورقه، بالحساب، هتجد انه اكتر دوله موجوده في مثلا في موسم الرياض هتلاقيها مصر. نعم. مسارح عليها سوره عبد الحليم،
جنبها مسرح عليه صورة أم كلثوم، أحمد الحسناوي ومحمد الأصبجي وعبد صالح، كل الأسماء العظيمة دي اللي احنا نسينا بعضها مع الأسف موجودين صورهم. بتكلم دي على فرقة أم كلثوم، اسمها الأخيرة دولت عازفين في فرقة أم كلثوم، صورهم موجودة على المسرح. ف يعني أنا بنتكلم عن إيه؟ أما مسألة بقى التصيد لحد قال كلمة بحب السعودية، عايز أعيش في السعودية، ارجعوا بس نرجع شوية لما نجاح سلام قالت يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، نجاح سلام لبنانية، حسين الجسمي قال نفس الغنوة يا أغلى اسم في الوجود يا مصر. هل نعتقد إن في حد في لبنان أو في دولة الإمارات العربية زعل من نجاح أو زعل من أو من وديع الصافي أو من أسماء كبيرة كتير الصافي؟ يعني عايز أقول من إمتى الأمور دي بتهزل؟ أم كلثوم ما قالت بغداد يا قلعة الأسودي، هل القاهرة تزعل؟ بأم كلثوم بقى يعني قالت ده في الستينيات، بغداد يا قلعة الأسودي. وعبد الحليم غنى لملك المغرب كتير، محمد السادس كتير. يعني لا 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 الحسن الثاني، الحسن الثاني انا اسف، محمد السادس كويس. يعني عايز اقول احنا لينا عادي جدا، احنا يعني عايز اقول ايه اللي بيحصل ده مجرد تصيد لاي حد بيقول حاجه في اي حد. ليه بقى؟ لانه يقول لك ايوه رايح يغني عشان يكسب عشان فلوس. اوكي ما هو يعني هو المفروض ايه يخسر يعني ايه المشكلة؟ بعدين هياخد الفلوس دي هيجيبها لو كان مبسوط وشايف البلد كويسه وسعيد بالتغير اللي فيها بيعبر عن سعادته. يعني لا احنا متعودين، احنا مجاملين بطبيعتنا. انت لو انا جيت لك في البيت اقول لك انا مش عايز اسيب بيتنا بيتك، انت قعدتني كويس وكلمتني كويس لك راكب، انا مش عايز ارجع. مش بيحصل الكلمه دي صحيح كتير؟ فقعدتنا تسافر مهرجان فتلاقي الاجواء حلوه، تقول مختار الوقت مر بسرعه، انا كنت عايز اقعد اكتر. بتشوف ايه اللي ورا ده؟ هل في ناس بتزكي المنافسه والصراع بين الدول الشقيقه، ولا بتشوفوا هاري سوشيال ميديا؟ انا بشوفه في جزئين. في جزء مثلا بعض الفنانين عندهم تحجر في تقبل الفنون بوجه عام، بيعتقد انه الفن اللي بيقدمه بس هو الفن الصحيح، ما دون ذلك يقول لك ده خطا، ده تهريج، الفن الجيد وده مش جيد. وانت ايه الترمومتر بتاعك؟ ما تعرفش الترمومتر بتاعه، غالبا يبقى فنه هو بيعمل نوع من الفن، ما دون ذلك هو مش فن. فتلاقي جزء من الفنانين مش موجود، ما راحش، ما تعزمش، وخلاص بقى ايه يبقى العيب عندهم. وبينما بيختاروا يقول لك ساعات يقول لك ايه الدوله بتختار الفن الرديء. مش صحيح ان في دوله بتختار الفن الرديء على اساس ايه؟ انها تبين ان في مصر فن رديء. ليه يختاروه؟ ايه الحكمه؟ ليه جمهورهم اللي بيروح ده شهاده على ايه؟ على ان هم ذوقهم رديء؟ يعني ما هو بيروح بيلاقي جمهور كبير بيسمعه طبعا. طيب وفين المؤامره؟ خليني اخدك لمنطقه ثانيه يا استاذ طارق، وهي النقطه المهمه في اطار التطور الفني اللي بيحصل في السعوديه، وده شيء محمود وربنا يوفقهم. الا تعتقد ان مصر بتاريخها بريادتها الفنيه عليها دور، عليها انها تاخد بالها، عليها انها هو ده الموضوع. اتفضل. هو ده الموضوع بقى دلوقتي، انه المملكه العربيه السعوديه فعلا تتقدم على هذا النحو. عملت مهرجان البحر الاحمر جيد جدا، استقطبت افلام، بعض الافلام، وانا اسف بقول هذا الكلام، بعض الافلام الرقابه المصريه تحفظت على عرضها. انت عارف مهرجان القاهره اسبق من مهرجان البحر الاحمر، فبالتالي في بعض افلام احنا تحفظنا عليها. يبقى هنا لازم نسال انفسنا، يجب ان احنا نفكر كذا مره، يجب ان الامور تبقى اكثر رحابه، اكثر مرونه. وبالتالي ده الدرس بقى نستفيد منه. نجاح المملكه العربيه السعوديه فنيا وثقافيا وتقدمها هينعكس بشكل ايجابي جدا على مصر، واغلب الفنانين والمبدعين المصريين سينتعشوا بوجود هذا الابداع، وزياده السقف وزياده الحريات وزياده الفنون وتقبل المجتمع. ولازم نذكر حاجه مهمه، انه الفن المصري سوقه كبير جدا في المملكه العربيه السعوديه. انت عندك بس اكثر من 4 مليون مصري، دول في حد ذاتهم سوق قوي، ما بالك بقى انه السعوديين انفسهم لهم حب للفن المصري، يعشقوا الفن المصري، وطول الوقت يعني رحلات الصيف كلها كانت من اجل التعامل مع الفن المصري والمسرح المصري. المسرح والسينما صحيح لهم جمهور سعودي ومصري، اللي هم 4 مليون، ده رقم كبير جدا. دول قوه اقتصاديه ضخمه جدا لانعاش الفن المصري.
صحيح. فبالتالي احنا مش اكتر دوله عربيه مستفيده هي مصر مما يجري، ويجب ان احنا نحرص على ده ونسعد بده. وضحت الصوره جدا. الناقد الفني الكبير الاستاذ طارق الشناوي، شكرا جزيلا. دكتور زاهي حواس، هذا الاسم الكبير في عالم الآثار الفرعونية أو الآثار المصرية وقع بالأمس كتابه الحارس أيام زاهي حواس، ده كان في أحد فنادق القاهرة. الكتاب بيحكي السيرة الذاتية للدكتور زاهي حواس من مرحلة الطفولة ونشأته في قرية العبيدية وحتى آخر تكريم حصل عليه من إمبراطور اليابان، والدكتوراه الفخرية من جامعة روسيا اللي حصل عليها قبل طباعة الكتاب بأيام. كاميرا حديث القاهرة كانت هناك ترصد تلك اللحظات السعيدة للدكتور زاهي حواس ولعشاقه. الحقيقة أنا كتبت الكتاب ده في شهرين بالظبط، كتبت 16 تشابترز بخط ايدي على الورق الاصفر، ما كنتش بفكر ابدا ان انا اكتب كتاب حياتي نهائي، لكن محمد ابراهيم كلمني وقال لي لازم تكتب قصه حياتك. دكتور زاهي حواس له فضل على كل الاثريين في حاجه مهمه جدا، مش حاجه واحده انا هقول حاجه مهمه اللي هي ما تسمى مدرسه الحفاير. اقدر اقول على مدار الخمس سنوات الماضيه الاكتشافات الأثرية التي تمت بأيدي مصرية خالصة بفضل مدارس الحفاير. زاهي حواس ملأ الدنيا وشغل الناس، لا حدش يقدر يقول غير كده، وإذا كنا بنسميه الحارس فهو الحارس والفارس أيضا، الذي خرق الحجب، أعطى للآثار المصرية شعبيتها دوليا، يعني هو الذي دخل بها إلى المحافل المتعددة إلى المدارس. من يعرف الدكتور زاهي حواس في الحقيقة لن يفاجأ كثيرا بما كتبه في الكتاب. هو يستطيع أن يستمع إلى صوت زاهي حواس وهو يحكي، يستطيع أن يستمع إلى طريقته في الأداء. هو كتب كما يتحدث، وكتب كما كتب الفراعنة. كتاب شيق جدا وجميل جدا، مليان مغامرات وأسرار وصور حلوة، يعني يا ريت والله كل الناس يرويد، حتى الشباب والنشأ بالذات يهتموا بيه، من باب ان هم يعني يبقى في عندهم التصاق اكتر واهتمام اكتر بالحضاره المصريه والتاريخ المصري العصري. الراجل ده اثر فعلا في الاثار المصريه وحافظ عليها، وده تاريخه، ودي المواقف اللي هو وقف فيها، موقف الحارس والامين والمتخصص اللي فاهم هو بيقدم ايه.